بقى موضوع الاهلي ده بقى ايه؟ اهلي من 2018 عايز عبد الله بكري، 19 عايز عبد الله بكري، 20 عايز عبد الله بكري، لحد دلوقتي عايز عبد الله بكري. طب اقول لك على مفاجاه، قول. انا من 2017 كمان وانا بلعب درجه ثانيه، انا بلعب درجه ثانيه، كنت بلعب في نابورو، كان ساعتها النادي الاهلي عايز مدافع، وساعتها كابتن علاء ميقوب كان متهيألي مسؤول عن حاجه في اللجنه الفنيه او حاجه زي كده، لجنه تعاقدات، وسالوا عليا وكان خلاص عايزين يخلصوني، بس بعد كده مش فاكر مين كان المدير الفني، قال لك لا انا مش عايز اجيب لعيب من الدرجه الثانيه. السنه اللي بعدها رحت سموحه في شهر واحد كان النادي الاهلي عايزني ساعتها، كان كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري والموضوع وقف على 2 مليون جنيه لسموحه، يعني سموحه كان طالب ب 20، باشمهندس فرج كان طالب 20 لنادي سموحه، والاهلي كان عارض 18. دي المره اللي انت وقعت فيها؟ دي المره اللي انا وقعت فيها. ازاي بقى، ايه اللي حصل وايه الكواليس توقيعك؟ هو ساعتها انا بص، انا ساعتها كابتن انور شلوفه كلمني قال لي يا بكري النادي الاهلي عايزك، قلت له طب يلا فين؟ اجي ايه فين؟ كده في اسكندريه؟ كنت انا في اسكندريه. فالنادي الاهلي عايزك، قلت له ماشي اجي لك دلوقتي، انت فين؟ قال لي انا فكرت، قلت له طب اجي لك، قال لي لا اهدى يعني استنى هكلم بس استاذ عصام سراج ونظبط معاه ميعاد، قلت له خلاص ماشي مفيش مشكله. جه راح مكلمني تاني يوم، انا بقى قاعد فاهم اليوم ده ما نمتش. قاعد بقى انت السنه اللي فاتت كنت في نابارو، السنه اللي سموحه، ست شهور الاهلي، ست شهور ايه؟ انا اول 10 ماتشات ما كنتش بلعب، جيت لعبت 3 ماتشات جالي النادي الاهلي. النادي الاهلي ساعتها كان عنده مشكله في حته الديفنس دي، فكان عايز مدافع. فقلت له طب خلاص ماشي، رحت قعدت مع استاذ عصام سراج في جراج الاوبرا، اطمدي قلت له امضي، قال لي طب مش عايز تعرف تاخد كام؟ قلت له مش عايز اعرف اخد كام. هات العقد، هات العقد. رحت مطلع العقود مثلا في ربع ساعه، قال لي الساعه كام بقى جراج الاوبرا دي؟ كان بالليل، كان الساعه 2 بالليل. والله لا لا دخلوكوا ازاي؟ لا لا او كان بالليل يعني، كان في 12 يعني، كان في الرينج ده، كان ما كانش فيه، كانش فيه حد اصلا. وبعدين استاذ حسام سراج قال لي لا انت، كنت انا مثلا عايز اقعد على الشنطه، قال لي لا اخش اقعد في العربيه ونور النور واقفل وبتاع ومش عارف، كانت فاهم مافيا. ومضيت وخلاص وكل حاجه تمام، وبعدها الموضوع وقف على 2 مليون جنيه النادي سموحه. ما دخلتش النادي من بره كده؟ لا ما دخلتش، والله ده انا قعدت مثلا اتكلم مع يا باشمهندس وديني ال 2 مليون دول، يعني مثلا لو ليا فلوس او اي حاجه انا متنازل عنها، او مثلا بعد كده هدفع شيكات وبديهم للنادي. بس هو الموضوع وقف ساعتها ان انا ما كانش ليا نصيب، يعني انا بقول لك ده اللي بكلمك فيه، لو ليا نصيب كان الموضوع هيمشي ويبقى فيه الدنيا بتتسهل وكل حاجه، هو ماليش نصيب ساعتها. دي المره اللي انت مضيت فيها؟ دي المره اللي مضيت فيها، دي كانت اول مره بقى. بص لما رحت بيراميدز طبيعي ان الدنيا وقفت، انك انت عارف الحساسيه بين النادي الاهلي وبيراميدز في التعاقدات والكلام ده كله، هو ما فيش الا قفشه بس هو اللي راح او بعد اول سنه. فلما انا مشيت من بيراميدز الحوار اتفتح السنه دي، فاهم؟ يعني اللي هو اخر سنه دي اللي هو صراحه انت قدمت مستوى كويس جدا. الحمد لله الحمد لله والله.